مساء الخير، تحيا مصر من كل مكان. معاكم تغريد سيد فلاي الجديد. احنا الان موجودين في منطقة شبرا مصر بشارع الترعة، جايين نعرف تفاصيل الواقعة الغريبة. اب قتل ابنه والسبب غريب، والاب اخد ساعتين في صدمة وذهول وطلب لابنه الاسعاف. يعني تفاصيل غريبة شوية هنعرفها من عم مصطفى صاحب الاب اللي قتل ابنه. خلينا نعرف التفاصيل الكامله منه. ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ ممكن حضرتك تحكي لنا ايه اللي حصل يوم الواقعه؟ يوم الواقعه الصبح الولد ده بيشرب. لا علي صوتك شويه. الولد ده بيشرب بوطه الماده اللي هي بتشيل الحياه. فالولد ده خد منه 100 جنيه الصبح. تمام. الولد ده بياخد من ابوه في نسبه تكرار 100 و200 و300. اتفضل مع حضرتك. الولد ده بياخد منه فلوس بتكرار بالعافيه وبالزور وكل كل طرق الخيال. بياخد منه 100 و200 و300 و500. يوم الواقعه الصبح خد منه 100 جنيه الصبح. نزل جنب صغار ضربها هو ولد صاحبه ونزل الولد طلع الولد عشان ياخد فلوس تاني. الراجل عامل له شقه لوحده. طلع الولد ياخد منه فلوس تاني. تمام. فبيقول له يا بابا هات 200 جنيه تاني. قال له لا مفيش اتخذ. قال له مفيش اتخذ، في باب حديد. امشي يا جمال، امشي يا جيمي، امشي بقى مش هديك حاجه. الولد داخل عليه وعايز يكسر الباب الحديد، وفي حته هيفتحها من باب الحديد تحت كده بتبقى حته ساق هيفتحها ويخش له. فالراجل جاب مقص بيهوشه. الولد داخل عليه بيهوشه. هي دي سبب الموت، دخوله. ضربه ازاي؟ ايه؟ ضربه ازاي؟ الولد الراجل ضربه. امشي امشي يا جيمي، امشي يا جيمي. راح بيهوشه من ورا الباب الحديد، من ورا الباب الحديد. يعني الراجل ده قايم في مصحف، الراجل ده مأذون، الراجل ده مربي 3 عيال غيره. يعني أي حد يعني يحسب تربيته على عياله. في ولد كان ظابط، في ولد ملتزم، في ولد رسام. يعني ده اللي بقى الآخر اللي عجبوه 32 سنة. الراجل ده أنا عمري ما شفت فيه صغار. الراجل ده يعني بيتكسب من خياله. الراجل حافظ كتاب ربنا. يعني حضرتك عايز تقولي ان هو قتله بدون قصد؟ بدون قصده فعلا، بدليل ان هو لقاه غرقان دم غير له هدومه، صعبان عليه ابنه، بدليل ان هو غرقان. هو لما مات الراجل كان في حاله ذهول. هو مش قصده يموته. ما هو كان لو هو قصده يموته كان من سنين طويله موته وهو نايم شارب. ليه بقى؟ اشمعنى سنين طويلة؟ لأنه الولد بيشرب من سنين طويلة قوي. كان بيتعامل مع باباه ازاي؟ بالضرب والإهانة. ضرب وإهانة؟ وبينزل الراجل يستغيث بينا على القهوة. معقولة؟ الراجل بيستغيث بينا. حرام. ده لو ابني أنا كنت بموته. لو ابني أنا بيضربني كنت بموته. أعمل إيه تاني؟ يعني الراجل يعمل إيه؟ ده الراجل جايب له شقة لوحده، فضل الشقة. بقى التكييف، بقى التلفزيون، بقى الموسيقى، بقى أي حاجة في الشقة. من الشرب القرف. لكن الراجل ده 75 سنة. الراجل ده لما وصل طالع معاش من المصانع الحربية. بقى له زمن واشتغل مأذون. لكن الراجل مش عامل جريمة. لا 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 لا. الراجل هي غير مقصودة. ده الراجل كان بيتحايل عليه يقول له نفسي اجوزك قبل ما اموت عشان اخواتك هيبهدلوك. اخواته هيبهدلوا لي ايه؟ هيبهدلوا يعني مش هيديله جنيه. الراجل كان بيديله. الراجل علاقة الشاب ده مع اخواته ازاي؟ علاقة الشاب ده بيبهدل اخواته. ليه بقى كل ده؟ من الشرب. واحد شارب. ما فكرش يوديه مصحة؟ ودوه مصحة كذا مرة. وصرفوا فلوس بالهبل. الراجل ده اللي بيدفع مش اخواته. هو كل اللي متجوز ده هيدفع له؟ مفيش الا الاخ اللي هو الظابط ده كان بيدفع له.
11000 جنيه. ايه موقفهم؟ موقفهم قال لك ابونا، قال لك احنا متهجمين من ابونا ودفنوا الجثه وهم عندهم نصيبه نصيبتين. هم برضك زعلانين على اخوهم بس اكتر انا ابويا. انا لو في الموقف ده هقف مع ابويا اكتر من اخوه. ايه شعور الراجل حاليا؟ شعور الراجل حاليا بقى كان عنده حاله ذهول، لان هو احنا اعترف؟ اكيد اعترف. اعترف الراجل، اعترف. قال انا وقال الواقع وصور الجريمه. وصور الجريمه. الراجل محترم، راجل قايم في مصحف، راجل حافظ كتاب ربنا، الراجل ما بيسيبش فرد في الجامع. هو موته مش قاصد يموته، بدليل الباب الحديد. الباب الحديد في حته تحت مكسوره. هو كان بيتهجم على باباه. كتير. كان عايز يدخل يعمل ايه؟ يضربه كتير، وعايز فلوس كتير. وبينزل كان بيمسك من الشارع قدامنا. مره ما رضيش يطلعه البيت، مره خد التليفون بتاع ابوه اللي عليه شغله وقال له مش هديك التليفون لما اخد 1000 جنيه دي قدامي انا والحاج انور. قال له هديك 300 400 واداهم له، يعتبر ال 1000 جنيه. طب ازاي انا لو ابني هياخد مني فلوس من الاجراء كده ويحط ايده في جيبي كده من الاجراء، اعمل فيه ايه يا جدعان؟ اخد ارميه في النيل. انا شايفه ان حضرتك واستاذ انور زعلانين قوي على الراجل. الحريم اكتر من الولد. الحريم عندنا في الشارع زعلانين ولابسين اسود على عم جمال، لان بيقول لك عم جمال ده ممكن ما يكملش جوه. عم جمال ده عنده 75 سنه، راجل محترم، بيقول لك مربي في ثلاثه غيره، واحد رسام، واحد موظف وملتزم، واحد تاني ضابط احتياطي جيش ولا في المصانع الحربيه. وهو الراجل كان اصلا طلع معاش مصانع حربيه من 15 سنه. كل فلوس كانت ضايعه على الواد ده، يعني حرام. احنا متعاطفين جدا 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 مع عم جمال، لان انا لو عندي ولد زي ده انا كنت موته. ما ينفعش الاب يضرب ابوه عبق، ده ربنا قال كده. احنا هنغير كلام ربنا؟ ربنا قال كده. والدته عايشه؟ والدته ميته من 7-8 سنين. هما بقالهم قد ايه هنا في المنطقه؟ طول عمرهم. ده ابو عم جمال كان موجود هنا طول عمرهم وبيتهم، وعامل له شقه لوحده، ويقول له عايز اجوزك قبل ما اموت، بطل اللي انت فيه، تعال. ووديه كذا مره مصحه، بطل اللي انت فيه شغل من صغره، وشغل كتير، ووديه شغل كتير. الراجل الناس متعاطفه مع الراجل، ولا احنا متعودين ان الاب ان الابن يقتل ابوه؟ احنا متعودين كده. لكن الراجل مش قصده يموته، ده بيهوشه بمقص. لو قصده يموته كان موته وهو نايم بيشرب كده ومره من المرات وهو نايم يموته. لكن ده ضربه من وضع حقيقي بمقص. الراجل محترم، ربنا يا رب يقف معاه، ربنا يا رب يقف معاه يا رب. يا رب. شكرا ليك يا عم مصطفى، وربنا يصبركم يا رب. يا والله احنا حزننا، اللي مات الله يرحمه، احنا حزننا على الراجل الكبير. لا، اللي مات كان ممكن يموت في اي حاجه. احنا جينا النهارده نرصد لكم تفاصيل الواقعه اللي حصلت. كنا عايزين نعرف هل الاب جاني او المجني عليه، بس من شهود الناس كلها ان الاب مجني عليه واتبهدل كتير قوي على يد ابنه. واتقتل بدون قصد، كان تهويش مش اكتر، خوفا من ابنه يموته، كان خايف ان ابنه يضربه او يموته او يعمل فيه اي حاجه. وبعدين الراجل، يعني الراجل لما تيجي تحسبيها، الولد ده بهدل ابوه في حياته وفي مماته. هو اتبهدل في حياته، والواد برضك لما مات اهو ابوه مرمي في الحجز. ربنا يتولاه برحمته. يا رب. شكرا لكم مشاهدين تحيا مصر من كل مكان. شكرا لحضرتك، اشكرك.
شكرا ليكم مشاهدين تحيا مصر من كل مكان. شكرا. خلي بالك لو دخلت الشارع كله هيقول لك الكلام ده. شكرا لي.